كورونا لقيتونا، كورونا لقيتونا، ودابا نكرتونا، ودابا نكرتونا. هاد الوقفه ديال المساعدين الطبيين داخل قطاع الصحه تاتي اولا جوج المطالب اساسيه، يعني وهي مستعجله. المطلب الاول هو اخراج القانون الاساسي الذي تعاني هذه الفئه من عدم وجوده منذ 2017، وقد وعدتنا الوزاره انه ستفعل كل ما بجهدها لاخراجه الى حيز الوجود مع بدايه هذه السنه، الا انه لا نرى اي بوادر لتفعيل ذلك. المطلب الثاني هو تمكين هذه الفئه من الاستفاده من الاخطار المهنيه المرتقبه في هذه الزيادات اللي تمكنت وزاره الصحه انها تنصف بها مهنية قطاع الصحه الا فئه المساعدين الطبيين. هذه التسميه اصلا اللي عندنا عليها مؤاخذات وعندنا عليها موقف، وبطبيعه الحال راه القانون الاساسي المرتقب اخراجه الى حيز الوجود يتضمن تسميه ثانيه هي اصلا نوعا ما منصفه، هي تسميه الملحقين العلميين داخل قطاع الصحه. إذن بهذا الأساس هذه الوقفة تجي هي الوقفة الثالثة يعني خلال هذه السنة هذه، بطبيعة الحال نظرا للحيف الذي تعاني هذه الفئة. هذه الوقفة الثالثة تأتي بطبيعة الحال في إطار البرنامج التصاعدي اللي قررته هي فئة المساعدين الطبيين دفاعا عن حقوقها، دفاعا عن القانون الأساسي، خصو يخرج القانون الأساسي، ودفاعا عن الاستفادة ديالها من التعويضات، من الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية. احنا عندنا برنامج نضالي تصعيدي إلى حين تحقيق المطالب ديالنا، وهي مطالب منصفة وعادلة ومشروعة. احنا راه ما يمكننا شيء، ما عندناش طريقة أخرى من غير باش نضلوا على حقوقنا، من غير التظاهر، من غير الاحتجاج، طبيعة الحال لإسماع الصوت ديالنا للمسؤولين، لأن هذا حيف. لا يمكن لمهنية قطاع الصحة أن يستفيدوا كافة من الزيادة في الأخطار المهنية إلا فئة المساعدين الطبيين. هذه الفئة هذه التي تعاني الحيف وتعاني الإقصاء من حيث الترقية، بحيث نحن نوظف في السلم 11 وعندنا ترقية وحيدة يتيمة هي كندوزو لخارج السلم، وكنبقاو دابا أنا شخصيا أنا لا أعتبر نفسي من القدامى، فأنا دابا بلافوني من 2017، يعني تقريبا أشتغل 7 سنوات وأنا دون زيادة في الأجر. هاد الفئة هذه اللي القانون الأساسي ديالها هو غير متوفر، لأن كانوا حنا يدخلنا مع القانون الأساسي ديال الممرضين، لأن القانون الأساسي ديال 93 ديال الممرضين والمساعدين الطبيين. ملي خرج القانون الأساسي الجديد ديال الممرضين اللي نصف فئة الممرضين واللي كنحييهم هنا من هذا المنبر، خرج الـ LMD، حنا بقينا بدون قانون أساسي، يعني حنا وضع شاذ داخل قطاع الصحة. يعني ما عندناش قانون اساسي، والقانون الاساسي اللي في الحقيقه كان خصو يخرج سنه 2000 وتم الاشتغال عليه وتم الاستكمال ديالو سنه 2000، ثم وضع في الرفوف واقبر كذلك سنه 2010، وكذلك في كوفيد لما ابلت هذه الفئه البلاء الحسن حقيقه، لان اول من اسس المختبرات، اول من اشتغل داخل كوفيد هي هذه الفئه ديال المساعدين الطبيين، لان اطر علميه واللي عندها تجربه وتجربه كبيره، ولكن للاسف الشديد لم نستفيد وتم إقبار الملف ديالنا. ولكن خلال مرحلة كوفيد نشكر وزارة الصحة أنها تفعلت بشكل إيجابي، وأنها كان نظام أساسي اللي كان جد منصف ومحفز لهذه الفئة، ولكن لم يتم تفعيله وتم إقباره كذلك.